بوست بيحتفل بعيد ميلاد زوجته، وابتدى كلامه بيقول لها: عيد ميلاد ست البنات، كل سنة وانتي معايا وجنبي ومستحملاني، كل سنة وانتي بتهوني عليا أي هم، كل سنة وانتي حبيبتي وأم يحيى أغلى هدية من ربنا، عقبال 100 سنة وانتي معايا وتفضلي مستحملاني، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ومن حبك، ربنا يديمك عليا نعمة، بحبك يا أم يحيى. احنا بنقول لهم ربنا يخليكم لبعض ويخلي لكم يحيى وتعيشوا السعادة في حياتكم، لانه الواحد لما بيبقى ممتن كده لزوجته دي بتبقى حاجة جميلة جدا جدا بجد، زي ما قلت مثل يحتذى بيه. مش لازم على فكرة ناخد المثل من حد يكون لازم كبير في السن وعدى بمراحل كتيرة، احنا الحمد لله حوالينا على فكرة ناس كتير، الناس اللي بتبص بسوداوية للعلاقات الزوجية حرام، احنا لو اتفقنا مع بعض الموضوع هيبقى حلو، لو كل واحد فينا قال كلمة حلوة للتاني الموضوع هيبقى سهل وجميل، وهنعدي كل المشاكل هنعرف نعديها وهتعيشوا بالسنين زي اهالينا زمان ما كانوا بيعملوا. الست كانت تقول لجوزها الكلمة الحلوة: ربنا يخليك ليا، ربنا ما يحرمنيش منك، انت اللي مضلل علينا، والكلام الحلو ده، وهو كان يقول لها: واحنا من غيرك نسوى ايه، واحنا من غيرك نعمل ايه، واحنا نعرف نعمل حاجة من غيرك، ده انت نورت بيتنا، كل الكلام الجميل ده. مش كنا بنشوف كده في الافلام الابيض واسود؟ راح فين؟ مش عايزين نتوه، عايزين نفضل نحب بعض ونفضل دايما ممتنين لبعض. فالمعايدة دي حسينا بيها قد انه في لسه رومانسيه ولسه في رجاله بتقدر ورجاله بتحب مراتها جدا، رجاله بتقدر تعبر عن اللي جواها. مش احنا كنا لسه في السيجمنت اللي فات بنتكلم عن الراجل اللي بيتكسف يعبر عن مشاعره؟ لا، ما تتكسفش، عبر عن مشاعرك، كل الحاجات الحلوه اللي انت حاسس بيها قولها لها. وفي يوم زي ده قد ايه الست بتبقى سعيده، وعلى فكره كل ست يوم عيد ميلادها بتبقى مستنيه حاجه مختلفه من جوزها، مش هديه، مش فلوس، والله ما فلوس، مستنيه تقدير، مستنيه كلمه مختلفه، حاجه حلوه، تشوف نظره في عين جوزها تقول لها انت زي ما كده الفنان محمد علي رزق بيقول: ربنا يخليكي ليا ويخليكي دايما في حياتي ومستحملاني. هو عارف ان هي مستحملاه. حلو ده، حلو العرفان بالوقفة، ان هي واقفة جنبه. مش هقول جميل، لانه الازواج ما اعتقدش ان في ما بينهم او لبعض ان كل واحد ليه جميلة على التاني او كده، مفيش بينهم وبين بعض جمايل، في ما بينهم وبين بعض مودة، حب، عشرة، واقفة جنب بعض، سند، هو ده اللي بيبقى ما بين الازواج. فبنقول لها كل سنة وهي طيبة، وبنقول الفنان محمد علي رزق: كل سنة وانت طيب وسعيد، وسعيد بيحيى، وسعيد بمراتك، وعايش حياة جميلة، ودايما ان شاء الله كده ما تحرمناش من المعايدة الجميلة دي كل سنة ان احنا نشوفها، وان احنا ندعي لك بالسعادة وبالهنا. الفنان محمد علي رزق معانا على الهواء. الو الو، مساء الخير، ازيك، ايه الاخبار؟ مساء الفل، كله تمام، انتوا عاملين ايه؟ مساء السعاده، وكل سنه والمدام طيبه، مدام نورين طبعا، كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وانت طيب كمان، وحضرتك طيبه، ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك. ربنا يخليك. في الاول كده احنا طبعا يعني من الرسائل اللي زي دي يا محمد بتدينا والله بجد امل في الحياه الزوجيه، انه اهو في ناس بتحب بعض، اهو في ناس ممتنه لبعض. انت ايه رايك في الموضوع ده، الناس اللي مش بتمتن الحاجات الحلوه او ما بتعبرش قوي عن حبها؟ لا، ما هي لحضرتك، والله هو مش كلام، والله مش كلام اعلام ولا كلام عشان خاطر الواحد ممثل، بس هو الدنيا ما بتمشيش غير بالكلمة الحلوة طبعا. يعني الناس كلها خصوصا ظروف الدنيا، الضغوط، الكلمة الحلوة بتهون يعني طبعا طبعا. واللي بيتكسف يعبر عن مشاعره يبقى غلطان. بالعكس، انت كل ما تعبر عن مشاعرك للي قدامك، اللي قدامك يحبك اكتر، يحترمك اكتر، يقدرك اكتر. يعني ده على المستوى الانساني، على المستحب، على المستوى الديني. يعني في وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك: رفقا بالقوارير، يعني بالظبط نبقى برفق معاهم. يعني انا عن نفسي يعني بقول لمراتي كل سنة طيبة، وبقول لها انا بحبك جدا، وبقول لها هي فعلا ربنا رزقني بيها خير زوجة وخير سند، وانا ممتن ليها جدا لوجودها في حياتي، نعمة كبيرة جدا والله، انا فرحان بيها ان هي في حياتي.
يا رب دايما في سعادة وفي هنا ويا رب دايما يعني احنا نفسنا مبسوطين بيكم وبعلاقتكم مع بعض، وان شاء الله يعني توجذر فور ايفر لاخر العمر ان شاء الله مع بعض. اللهم امين سوا يا رب. يا رب يا رب. اللهم امين يا رب. احكي لي طيب جوازتكم جت ازاي؟ بقالكم قد ايه متجوزين؟ احكي لي كده يعني والله شويه. يعني احنا متجوزين بقالنا سنتين وشويه اهو، ان شاء الله يعني نفضل العمر كله العمر سوا. كله يا رب ان شاء الله. نورين صديقتي من ايام الجامعه، نورين انا اعرفها من قبل ما نرتبط بثمان سنين كاصدقاء، ويعني وهي اختفت من حياتي فتره وانا اختفيت من حياتها فتره، ورجعنا اتقابلنا تاني واعجبنا ببعض. الموضوع تحول من صداقه لاعجاب لحب لارتباط لجواز. تمام. سبحان الله، يعني هي الدنيا جت كده يعني. يعني سبحان الله فعلا الواحد ممكن يعني شايف نصيبه قدامه بس مش عارف لسه ان هو ده النصيب. يعني انتوا اصحاب يعني وتعرفوا بعض من زمان والدنيا فرقتكم ورجعت تاني جمعتكم عشان هو ده النصيب في الاخر. هو ربنا كاتب لنا ان احنا الحمد لله يعني نعيش مع بعض في بيت واحد، يعني الحمد لله. طيب احنا كنا لسه قبل ما تدخل معانا يا محمد على التليفون كنا بنتكلم عن يعني شويه التلاكيك اللي ممكن بعض الرجاله بيتلككوها، عندك حاجه من الحاجات دي؟ بتقولش لي يعني لما بتبقى متنرفز متضايق مفيش يعني. راجل ما بيتلككش يا جماعه. طب والنبي قول لي ليه بجد بقى يا محمد؟ ليه ده بيحصل؟ ليه تلاكيك؟ ليه ما بنقولش دايركت بتعصب على اللي اي مضايقنا؟ حاجه؟ انا بتعصب على اي حاجه عادي جدا، يعني لو فنجان القهوه اتحط شمالي بدل يميني ممكن اتخانق لو انا في حاجه مضايقاني، عادي جدا. فعلا. طب ما بتقول ما ب... الرجاله كلها كده، مش انا بس. ما هو انا عايز اعرف ايه السبب اللي يخلي الراجل ما يقولش الحاجه اللي مضايقاه على طول؟ يعني انا عندي مشكله في الشغل، راجع مش طايق وعفريت الدنيا بتتنطط في وشي، اقول انا مشاكل الدنيا كلها قدامي ومش عايز اتكلم مع حد، بدل ما بصي الاقيه بيتخانق معايا على فازه ولا على فنجان قهوه. يا محمد ما ينفع؟ هو بصي خدي بالك، الراجل مشكلته ان هو لما بيبقى مثلا في مشكله مش بيفكر في حاجه غير فيها، ما بيقعدش يبرر، ما بيقعدش، هو كل تركيزه دلوقتي في المشكله اللي انا فيها. بس مش عايز اي ديستورشن حواليه. بس هقول لك على حاجه، الست بتبقى فاهمه، يعني الست بتبقى فاهمه ان دي مش خناقه معاها، دي خناقه جواها عايز يطلعها. فالست الذكيه بتسيبه يطلع الخناقه، ولما الموضوع بيخلص او مشكلته بتتحل وبيهدى تيجي تقول له بقى انت عملت فيا كذا 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 كذا، هتلاقي الراجل من نفسه يقول لحقك عليا، ما تزعليش، طبطب عليها، يهزر معاها. حلو. انا بقى ما هي برضو هو ده الدنيا سؤالي اللي رايحه جاي، جايه. بس هو ده سؤالي اللي جاي، لما بتزعل نورين بتصالحها ازاي؟ بصراحه ازاي؟ يعني والله على تلكيكه، لما عشان لما يعني بتزعلها في تلكيكه في حاجه هي مالهاش ذنب انا في فيها. برنامج، انا مراتي اسهل واحده بتتصالح في الدنيا، معقول؟ ربنا يبارك لها. الستات معروف ان هم مش سهلين في التصالح. لا ما عشان كده والله، يعني ربنا يحميها يا رب ويحافظ لي عليها. يعني لا ما انا عندكش مراتي، ملك؟ مفيش؟ وتبص كده مفيش؟ لا انت شايفني لا اصلا يا محمد؟ مش عارفه انت شايفني ولا بتكلمني في التليفون لا بس؟ للاسف بتكلم في التليفون بس لا للاسف. ما بتوديش وشها الناحيه التانيه كده، او مثلا تبقى قاعده في العربيه ورجلها لا الناحيه اللي بعيده عنك علشان خاطر هي زعلانه منك وتقول لا لك مفيش خالص مفيش والله، مفيش يعني كتير وانت عارف انت عملت ايه والحاجات دي؟ انا يعني بقعد اقول لها خلاص تقول لي مفيش حاجه، ولا لا انت زعلانه ما اعرفش، لما بقول لها بتقول الكلمتين اللي جواها، بقول لها خلاص حقك عليا ما تزعليش ما كانش قصدي، فهي يعني بتتراضى بسرعه بصراحه، دي ميزه فيها عظيمه. طيب يعني عشان اديها حقها بس قدام ربنا. دي حاجه جميله جدا بجد، ربنا يديمها عليكم نعمه وتفضل هي كده عقلها كبير وطويله البال وتبقى حاجه. يعني ده سبب اعتقد من الاسباب اللي ممكن تنجح الجوازات. انت شايف ان برضو من وجهه نظرك، ضيف لي بقى على السبب ده انه الست يبقى دماغها كبيره شويه، ضيف لي على السبب ده اسباب تانية انت شايف انها ممكن تنجح الجواز. اي يعني انا شايف ان اهم سبب ينجح الجواز ان الراجل والست وهم عايشين مع بعض ما حدش فيهم يحاول يغير من التاني انه يخليه شبهه.